الجهري عضو السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية. بالفعل أنا قلت في الندوة الصحفية بأنه البنك العالمي يكذب أو البنك العالمي كذاب، وقلت يعني بأنني أتوفر على دليل، وأكيد يعني هو دليل يتوفر عليه كل المتتبعين والدارسين للسياسات ديال هذا البنك العالمي اللي هو ايضا بنك الافكار المدرعه، ويدعي بانه يعني يحارب الفرق. الواقع انه السياسات ديالو بتواطؤ طبعا مع الانظمه الاستبداديه العميله القائمه والمسيطره في البلدان التي تسمى البلدان النامية إن شئنا بهذا التعبير أو العالم الثالث. يعني هذه السياسات أدت عالمياً يعني وقد تم الإقرار به في اجتماع مجموعة 77 مؤخراً في كوبا بأنه يعني العالم تراجع 3 مرات منذ 2005 فيما يتعلق بتقليص الفقر، هذا عالميا. اما اذا اخذنا يعني المغرب كنموذج، البنك العالمي نفسه اظن في صيف 2018 قال بانه في المغرب هناك حوالي يعني ثلثي ما يربو اذا عن 22% في غارقين في الفقر والحاجه والبزوان والهشاشه. ثم عندما جاءت فترة ديال كورونا يعني تعمق الفقر بسبب هذا العامل الذي اضاف الى العوامل الاخرى، ويعني ارتفع عدد الناس اللي عايشين في الفقر والحاجة والهشاشة الى 25 مليون. سياسات ديال البنك العالمي وصندوق النقد هي سياسات إجرامية فقد يعني قضت بالمرة على القطاع العمومي، التعليم نموذجا، الصحة نموذجا، وأغرقت البلدان النامية أيضا في المديونية. يا أخي العزيز نعرف بأنه هناك 25 مديونية ماشي المغرب، 25 دولة نامية أيضا تخصص 20% من الناتج الداخلي للخمسين فقط سنويا لتأدية فوائد الديون. هذه من المصائب الكبرى ديال المؤسسات. شكرا لك.